هذه النتيجة أيها الأخوة للشوطين الأولين الرئيسيين، وشاهدنا أين ذهبت واتجهت وأين حسمت أمور الشوطين الأولين. وأيضا في هذه اللحظات ينطلق الشوط الثالث الخاص باللقاية إبكار أيضا لأصحاب السمو والشيوخ من الأشواط المفتوحة، وأيضا الباب والمجال مفتوح لأبناء القبائل الراغبين بالمشاركة في هذه الأشواط المسائية المفتوحة. المقدمة مباشرة مع ظن إذن مقدمة الشوط مع ظن لمحمد بن علي المعاضي تحتل المركز الأول وتسيطر على مقدمة الشوط حتى هذه اللحظة. المركز الثاني العنود لناصر بن محمد بن جفال النعيمي نقله إلى المركز الثالث، وهذا هو أول كيلو متر ينقضي نبراسه لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان. يا سلام، هذا هو شعار الضبية الفائزة بالشوط الأول الرئيسي قبل قليل لفئة البكار، يتواجد أيضا في هذا الشوط على ظهر نبراسه، وظهر نبراسه يحتضن ويرحب بهذا الشعار، شعار سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان. التضمير مع سعيد الوهيبي، تنطلق نبراسه وتحتل المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث النويع عسل محمد بن علي بن جرحب المري نقله الى المركز الرابع، المركز الرابع هنا الذيبه لسعاده الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني. التضمير مع عبد القادر البلوشي النقله والدور دور المركز الخامس مزاحه لفاران بن محمد بن قريع المري. هذه الخمس المتقدمة الأولى، وهذه نتيجة الخمس مراكز المتقدمة الأولى، أذعناها كاملة مكملة على مسامعكم، وعودة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول مع انتصاف المسافة. ما زالت ظن تقود المسيرة، ما زالت ظن تقود مسيرة هذا الشوط قيادة حكيمة ومتحكمة بزمام الأمور. الله يا سلام، يا ظن ظن تقود الشوط. أيضا عائدة ملكية ظل محمد بن علي المعاضيد. يا سلام أبو علي، شد حيلك يا أبو علي، يا مالك ظن، يا مالك ظن. أرى الشعار القوي من حسم الشوط الأول الرئيسي قادم، ولكن في هذا الشوط وهذه المرة على ظهر نبراسة المملوكة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان. والتضمير مع سعيد الوهيبي النقلة والدور دور المركز الثالث. المركز الثالث الذيبة لسعادة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني. التضمير تضمير الذيبة مع عبد القادر البلوشي. المركز الرابع وصلت سلام، وسلام سلام على هذا الشعار العائد ملكية هذا الشعار لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. التضمير مع سالم بن فاران المري. أيضا هناك ملاحقة لسلام من قبل اختيار لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود في المركز الرابع، ولكن دخول على اختيار من قبل مصيحة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم. تنطلق مصيحة وتندفع وتحتل المركز الثاني، بينما المركز الخامس في هذه اللحظات اختيار لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. عودة إلى مقدمة الشوط وإلى ظن لمحمد بن علي المعاضيد. عائدة ملكية ظن من تنطلق وتندفع. يا سلام، الكيلو متر الأخير يا محمد، يا محمد بن علي المعاضيد، كيلو حبس الأنفاس، كيلو العمليات، كيلو الكيلو الذي تكرم بعده الذلل أو تهان. ولكن مصيحة يا مالك ظن قادمة، مصيحة قادمة لا محالة، قادمة لا محالة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم. التضمير مع سيف من خلفان الغويس، تنطلق مصيحة، تنطلق 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 مصيحة، خطفت الأضواء. مشكور يا الغويس، مشكور يا سيف من خلفان الغويس، أعطاها
الأوامر، أعطاها الأوامر بالانطلاق، وسلام قادمة أيضا من الجانب الآخر، سلام قادمة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد، ولكن مزاحة فاران بن محمد بن قريع تنطلق وتحتل المركز الثاني، ولكن خلاص طارت الطيور برزاقها. الله 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 يا الغويس، شرد مضمر مصيحة مصيحة تنطلق أيها الأخوة، تنطلق على حين غفلة وغرة من المشاركات تعود ملكيتها لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم التضمير مع سيف من خلفان الغويس. 10 على 10 يا الغويس، 10 على 10 يا الغويس، يا سلام سلامي عليك يا مالك هذا الشعار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وأيضا المضمر سيف من خلفان الغويس تقترب من خط النهاية والمئة متر الأخيرة، خط النهاية يرحب بقدوم مصيحة تقترب بسلام وأمان لحظات الوصول. تهانينا والناموس المركز الثاني الغزير لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، المركز الثالث سلام لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، المركز الرابع اختيار لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، المركز الخامس ظن لمحمد بن علي المعاضي. إذن لحظات وصول مصيحة إلى خط النهاية 6 دقائق، مصيحة تصل بتوقيت زمني 6 دقائق 11 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، التهاني موصولة لسيف بن خلفان القويس المركز الثاني. ثاني المراكز وصلت الغزيل، قطعت المسافة في 6 دقائق 12 ثانية 30 جزء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، والتهاني موصولة لمحمد بن خالد العطية المركز الثالث اختيار، قطعت المسافة في 6 دقائق 12 ثانية 74 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، والتهاني موصولة إلى عبد الرحمن بن سلمان العتيبي. Oh, wow.